موجود. عندك تيك توك؟ عندي تيك توك. شفتك مرة في ديريكت. أنا راني ما مش ديما نحل لايف. مش ديما نحل لايف معناها. إيه أنت مع التكبيس لا لا. التكبيس والأحكام واللعب هذاك اللي قاعدين تلعب. إيه من أحكام لا لا. أنا اللي يحكموا علي اللي نحكم. أنا الحاكمة. مرة زاد على تيك توك ريتك بارتاجيت غنية لزازة ما نعطيش الثقة لحد. في الدنيا ما تم من حد. شكون تقصد؟ وللخاين ما تعطي جنب. أها. حلو برشا الغنية زازة زي نبة نسلم عليها برشا. شوي. باش نبدأ واضحين مع بعض. موجوعة أنت؟ ليه لا. متقلقة؟ جامي. راهو يا علي الثقة حاجة ياسر كبيرة راهو. حسيتك عطيت الثقة لحد وحد جبد بيك بالثقة، ما كانش في المستوى. ما كانش في تقصد؟ شو تقصد؟ لا لا كمل كمل. ما كانش المستوى مع روحه ولا مع روحها، هي هي اللي خسرت، أنا ما خسرتش. لا هي علاش هي؟ مع هو؟ لا لا ما عنديش هو. لا لا والله لا. والله ولا سبب. لا نتفهم روان. لا لا علاش نتفهم؟ أنا ما نكذبش نقول لك الحقيقة. نتفهم. لا 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 أنا فهمتك على شيء. أنت تمل من الحب من أول نظرة؟ من أول نظرة صعيب. يغش الحب من أول نظرة؟ يغش الحب. يغلط. وي. فمش حب من أول نظرة. حب راهو يعني واحد يقول حب حب سبا فاسيل الحب، حب مواقف، الحب سند مشاعر قبل المواقف. مش أنت توا هزتني للحب، وأنا راهو الثقة لحد مش للحب. أي للأصحاب. للأصحاب. ما تعطيش الثقة لحد، وفي الدنيا ما تم من حد. يعني أنا ما كانتش قصدي لشخص ما، جامي دو لافي. بالعكس. للأصحاب. للأصحاب. وي عطيت ثقة ما كانوش قد الثقة، والحمد لله إنه ما كانوش قد الثقة. نحب نسمعك في كذا يا قلبي شيرين، مقطع صغير. باه. ولا أي أغنية أكابيلا؟ كذا يا قلبي. كذا يا قلبي يلا. يا علي خلاص
لا والله لا. ليه؟ ما نقصد في حد. تأثرت. تأثرت عندي موقف علاش نتأثر عليه. بكيت. بكيت علاش ما نبكي كان عندي مقصودة؟ لا ما نبكيش. شكون بكاك؟ شكون بكاني؟ حد بكيني، بكيني كان العزيز والغالي. أما تبكي. ربي فضلهم ليا ولا يحرمني منهم يا ربي. نعرف مخك. أني قلت لك أنا جاوبتك يا علي. والله ليه؟ أنا نحس بيك خاطرك قدامي. ربي فضل لي ميمتي وبابا وخواتي وصحابي، ذوكم 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 نتوجع عليهم وذوكم اللي نبكي. إيه أما الآخرين ما تتوجعش عليهم. بيان سور كو نو. فوالا. ما نقولش تصفيهم أنا، لا لا ما نقولش تصفيهم، كان فما عشرة وكان ربي ما يحسش بيك. ما نحبوش يحس بيا. لا لا ما نحبش حد يحس بيا، نحس بروحي. لكن أنا كدايا قلبي إحساسها يعني في قلبي يعني. ويعبر يعبر. كنت روحي والله العظيم. انا عندي بابا روحي راه. انت محظوظه انه عندك زوز اباء. انا بابا روحي، الاب البيولوجي والاب محسن. وعندي شخص روحي زاده الحقيقه. شكون؟ هما شخص هو روحي في قطعه من روحي. شكون؟ شخص حب جديد هذا. هو شخص. ليه ليه هاد؟ هو شخص. انت شكون؟ هو شخص كاو. لكن إيه؟ بابا وبابا هما روحي. بوك أنا ما تخيلش حياتي بهم. ليش بهم؟ خد كلام معك. بوك البيولوجي وبوك محسن الرئيس متفقين فيهم. أي في حب جديد. رو رو شعور نبيل. علاش نحشمه؟ أحليه سامح لي علي. علاش نحشمه؟ خليني من التصويرة ما تهربش بيه. فما حب؟ لا لا فماش حب. في ظاهرة. قول ما فهمت عليك قلوبك كلها مسهلو تلمع الكل عمرك 26 سنة يا راه. أنا قد عمرك أقل من مرتين. علاش تذكر فيا؟ علاش تذكر فيا؟ والذكرى تنفع. أي لا ما عنديش حب جديد. أي نبدلوا الحوار شوية للا. أيوه نعملوا فقرة هل أنت كيما؟ باهي. هل أنت كيما؟ باهي. هل أنت كيما نرمين صفر؟ ايه نجم تأجل تهبيط كليب على خاطر كلبتك ضاعت. والله نعرف اللي نرمين عندها كلبتها تحبها برشا اللي هي سعيدة. ايه ونعرف اللي هي ممكن تأثرت على خاطر مدى يعني تحرمها. هل أنت كيما نرمين صفر نجم تأجل تهبيط كليب على خاطر كلبتك ضاعت؟ أنا لا أنا لا أنا لا, لا. انا من لكن نحترم خاطر هي تحب كلبتها وترفيها الحب وتعودت بيها وتفهمت تونسها. واضح. لكن هل انت كيما زينه القصريني؟ ما تخدمش في رمضان على خاطر شهر العباده ولا يمت الاخرين شبه. هل انت كيما زينه القصريني في رمضان ما تخدمش على خاطر شهر العباده؟ هو 360 قديش هو من النهار 360؟ مانيش نسمع فيك. قص قص عاود اسالني. هل أنت كيما زينة القصرينية في رمضان ما تخدمش على خاطر شهر العبادة؟ هو الأيام كلها شهر العبادة، يعني الأيام كلها عبادة، كل يوم جاوبني على قد عبادة. السؤال يعني مش شهر، هو شهر رمضان الوحيد اللي نوليو فيه نصلي. أنت كيما زينة القصرينية ما تخدمش في رمضان؟ أنت كيما زينة القصرينية ما تخدمش في رمضان خاطر شهر العبادة؟ وشنو هي ال كيفة ولا ماكش كيفة؟ ايه ولا هذا هو شنو المغزى من شهر هو شهر العباده طبعا لكن ايام كلها لازم الانسان ما ينساش خاطر شهر العباده كيف انا ماكش وجهه نظرها نحترمها ماكش نحترمها لا انا هل انت كيما ايمان الشريف مثلا تنجم توصل تقول توصل تقول على روحك انا الديفا والله تستحق اللقب تقول ما عنديش انا ما نقولش الحقيقه شنو انا ما نقولش يعني انت ما تقولش لا انا ما نقولش ايمان تستحق اللقب ولا ما تستحقوش تستحق اللقب الجميل لها خاطر ايمان شخص طيب جدا ومحلاها طيب جداً. والفنانه زينه القصرينيه طيبه جدا ونرمين زيد مجرم تحيه كبيره للفنانات اللي قلت عليهم الكل صديقاتي نبدلوا جو ونمشيو لاغنيه تونسيه للسيده نعمه ما نحبش عليا عليا للسيده عليا من غير ما تقصوها راه هاني نغلط ها تو الناس يلوموا على حبيبي شغال كيفاش قبيليك غلط في اسم المرحوم بوغن ايه. سبحان الله انا غلط عاد والبراد في اللوريات غلط غلطوني الناس كل نورمال عادي ولا تزر يصير فوالا نعاودوا ونقولوا
غنيت ما نحبش فضة وذهب والذهب للعملاق المرحومة عليا نهاء رحيم. بالشهادة.